نتيجة فريق الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالي. معي في هذه اللحظات رئيس مجلس الإدارة الأستاذ مرتضى منصور. مبروك بداية على التتويج للمرة الثانية على التوالي، والكابتن ميدو حل بالطيارة بسلام. ما أنا كنت بقول لك هو ميدو كان سايق الطيارة مش عارف كانت رايحة فين. اولا بس بشكر قناه ابو ظبي الرياضيه واخويا عوب السعدي على التغطيه المحترمه والمراسلين المحترمين اللي انا شفت بجد والله يعني مش بجامل. وانا بادي الكاس ده لشهدائنا في غزه. هذا الكاس انا كراجل زملكاوي ومصري بحب بلدي بهديه لكل شهدائنا في غزه الحبيبه، وبقول للدول العربيه كل الحكام امتى هتعملوا اجتماع قمه عربيه؟ لا لسه ثانيه معلش النبي، امتى هتعملوا قمه عربيه عشان تفوز ولادنا اللي في غزه واللي في سوريا واللي في العراق واللي في ليبيا؟ فانا بقول انا طبعا فرحان بس حزين من اللي بيحصل في اطفالنا في غزه وقتلهم، لكن في نفس الوقت ولادنا النهارده طلعوا رجاله ويمكن ده بفضل ربنا. بس عايز اقول للولد اللي كان بيكتب لما الزمالك خسر الدوري يعني طلع من الدوري واخويا محمود طاهر خد الدوري بفرق جون الزمالك اللي جابه في سموحه، اولا فريق سموحه فريق محترم جدا عنده مدرب محترم جدا حماده صدي، هم لعبوا هو طبعا خطه سموحه دايما معروفه ان هو بيخطف اي فريق من اول ربع ساعه ونص ساعه، فانت لو استمريت شويه كده خلاص بتعرف طريقه لعبه. عايز اقول بقى اللي قال انه الاهلي خد الدوري بالاداره والزمالك خسر الدوري عشان اداره فاشله، طب احنا خدنا كاس النهارده، القصه مش اداره، القصه ان انا صممت من اول يوم ان احمد حسام ميدو مدير الجهاز الفني يستمر لغايه الموسم اخر الموسم. يعني حصل اخفاقات في الدوري، حصل اخفاقات في افريقيا، وقلت كام دي سياسه جديده احنا عملناها. في النهايه احنا ما قدرناش نحصل الدوري لكن حصدنا بطوله كبيره هي بطوله كاس مصر وهي اقدم البطولات. انا زي ما قلت لك بهديها لشهدائنا في غزه، بهديها طبعا لجماهير الزمالك العريقه، بقول للعيال تاني اول ما دخلت قال الصايعه البلطجيه اللي قلت ادبها ورمت طوبه على عربيه على الاتوبيس بتاع سموحه، دول مش زملكاويه دول بلطجيه للاسف. تاني دول ما ثانيه دول بلطجيه. طول ما انتم موجودين اولا بيبلطجوا في الجامعه، بيبلطجوا هنا، بيبلطجوا في اي مكان. انا بقول للشباب الالترس بقى الواعي المثقف الحقيقي بيحب النادي بتاعه، المفروض كنت النهارده تيجي تفرح معانا، تفرح بكاس مصر لتاني مره على التوالي. انا في انتظار كاس السوبر، اعتقد اللاعب كاس السوبر. انت كنت تتحدث انك تتمنى انك تقابل فريق الاهلي، بتقابله في كاس السوبر؟ ان شاء الله نقابله في كاس السوبر باذن الله. وعايز اقول لك حاجه، احنا شوف النهارده علاقتنا محترمه مع مجلس اداره نادي سموحه، علاقتنا محترمه مع كل الانديه، ودي رياضه. انت عارف لو الزمالك النهارده ما كانش خد الكاس وكان لا قدر الله انهزم ما كنتش هزعل. ليه؟ لانه لعب النهارده مباراه محترمه والولاد بذلوا كل الجهد والعرق في الملعب عكس المباراه اللي فاتت. انا سعيد طبعا وزي ما قلت لك عايز جماهير الزمالك تفرح. جميل استاذ مرتضى، خلينا دام انك انت ذكرت انك كنت مصر على بقاء ميدو لنهايه الموسم، ميدو مستمر ولا لا؟ عندنا اجتماع مجلس اداره يوم الاثنين باذن الله. انا راجل ديمقراطي على فكره عكس بيقول انا دكتاتور، انا بسمع اراء كل الناس وماشي اللي في دماغي ودي الديمقراطيه الجديده. انا بهزر يا فاروق انت كابتن محسن وخالد انا بهرج طبعا بهزر، لا دي مش ديمقراطيه ده. لكن انا عايز اقول هنجتمع باذن الله والمجلس كله هيقرر اذا كان الجهاز هيكمل ولا في راي ثاني. لكن اللي انا اقدر اقول لجماهير الزمالك ان كل الصفقات اللي انتوا حلمتوا بيها احنا خلصناها الحمد لله. افضل جونين في مصر اللي هو عواد والشناوي الحمد لله، وانا منتظر لقاء بكره السيد ياسر رئيس النادي المصري المحترمين، وسيقول لي لقاء بعد بكره مع الاستاذ محمد ابو السعود عشان ننهي موضوع عواد. وطبعا انت عارف احنا جبنا كوكبه من اللعيبه وان شاء الله باذن الله. بطلب السيد وزير الداخليه ان احنا نعمل ماتش اللي جاي بتاع افريقيا في مازيمبي في استاد اسكندريه، بطلب منه انه يبقى بجمهور، ولما يغلط الجمهور حاسبنا انا والجمهور ده مش هيخش تاني. عشان ماتش مازيمبي وماتش التاني بتاع احنا لما لعبنا هناك اتغلبنا كان في 60,000 و70,000، استاد اسكندريه ياخد 10 15,000. فرح الزملكاويه يا محمد بيه ابراهيم يا محترم علشان الناس بتحبك وبتحترمك، واللي قدر يحمي استحقاقات تاني دستور في ملايين، ورئيس جمهوريه محترم السيسي نزل 24 مليون مش هيقدر يتحكم في 8,000، وخاصه ان اللي موجود في مدير امن اسكندريه ومدير بحث اسكندريه ناس محترمه. ما رديت وما جاوبتني، ميدو رايك الشخصي تبغي يستمر ولا لا؟ مجلس الاداره رايك الشخصي؟ لا انا بص سر بيتقال اول مره، احمد حسام بعد ماتش سموحه كان عايز يمشي وجالي المكتب وقال لي عايز امشي. قلت له يا احمد يمشي قبل المباراه النهائيه؟ قلت له يا احمد في احنا بنتكلم في الدوري لما خسر الماتش بتاع الدوري في الاهلي ثم سموحه،
قلت له احمد دي تجربه انا حاببها، تجربه شاب لسه طالع، مش عايزك حتى لو فكرت انك تمشي وجاي لك عرض تاني تبقى ماشي ومعاك بطوله، لانك انت لو مشيت بالطريقه دي هقول لك ده اتغلب من سموحه واتغلب من لا مش وقتها، واتغلب من سموحه واتغلب من الاهلي، واخد بالك؟ فالنهارده احمد حسام رافع راسه واخد بطوله كبيره، بطوله الكاس، قرار ليه الاول ثم مجلس اداره يوم الاثنين ان شاء الله. رايك الشخص يرجع؟ انا بحب ابو ظبي جدا ومعايا اقامه في ابو ظبي، وبقول لشعب ابو ظبي الكريم انا لما بنزل بجد ابو ظبي او دبي عمري ما حسيت ان انا في بلد غريبه، بحس ان وعشان كده عملت اقامه هنا. ونحن نفس الشيء نحبكم. انا بحب ابو ظبي وبقول للمصريين اللي في الامارات انا شفتكم وازاي انتم بتتعاملوا معامله كريمه محترمه، وده شعب ابو ظبي اللي الشيخ المحترم الشيخ زايد وصى اولاده، وصى اولاده الشيخ محمد بن راشد والده وصاه على المصريين، انا شفتهم ازاي بيتعاملوا هناك. بشكركم، بشكرك تاني مش بجاملك، على التقنيه الفنيه المحترمه والتغطيه بتاعتكم، في ناس النهارده بتغطي في سموحه وناس في نادي الزمالك وناس هنا، فده شيء محترم جدا، واتمنى ان قناه ابو ظبي تاخد الدوري باذن الله ان شاء الله. شكرا لك. اذا اسامه ارجع لك مباشره في الاستوديو، تفضل اسامه. طارق شكرا لسعاده المستشار مرتضى منصور، الف مبروك لك كونه رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، الف مبروك لجميع الزملكاويه في مصر وفي الوطن العربي الكبير وفي الامارات.